ويا اهلا وسهلا بيكم وفيديو جديد وريفيو جديد. انا رنا البدري بحييكم ويلا بينا نبدأ. النهاردة هكلمكم عن توينز جليسوليد الحلو جدا، وهو مكون من قطعتين. القطعة الاولى هي البودي لوشن، والقطعة الثانية اللي هي الشاور جل. الاول هكلمكم عن البودي لوشن الخاص بجليسوليد، وهو مكتوب عليه ان هو للبشرة الحساسة، وهو لوشن غير دهني للجسم. حجمه حوالي 200 ملي وسعره 35 جنيه. على فكرة ملمسه خفيف جدا على البشرة، وامتصاصه كمان سريع، ويكون مناسب للترطيب في الصيف، لان في ناس شفتها بتقول ان هي اتحسست منه. فلو انتوا حسيتوا بكده فبلاش تكملوا معاه، لكن انا ما حسيتش معاه بكده، وهو هيكون كويس معاكم جدا. زي ما قلت لكم حجمه حلو وترطيبه كمان خفيف. تاني قطعة موجودة معانا المنتج التاني، وهو جليسوليد شاور سائل الاستحمام المرطب. مكتوب عليه جليسوليد شاور اند كير، سائل استحمام مرطب بريحة المسك، وحجمه حوالي 300 ملي وسعره كان 26 جنيه. الشاور جل ده من جليسوليد غني بالجليسرين وكمان بريحة المسك. حجمه حلو جدا، ال 300 ملي دول هيكفوا معاكي. قوامه جل وريحته حلوة، ريحته مسك كده تحفة جدا. وفي روايح تانية منه يمكن فاكرها كان في منها الفانيليا، بس انا بفضل اكتر المسك وبحبه، لان انا بحس انه ريحة المسك بتدي انتعاش اكتر في الصيف. المنتجين دول حلوين جدا في الروتين العناية ببشرة الجسم، سواء كان جليسوليد البادي لوشن او حتى جليسوليد كمان سائل الاستحمام المرطب. عايزة اوريكم جزء منه، ده سائل الاستحمام المرطب. بصوا قوامه جل ازاي، اهو خفيف جدا وهيمشي معاكي حلو جدا صيف شتاء، لان كميته كمان مناسبة. اما بالنسبة للبادي لوشن هوريكم شكله في الترطيب، خفيف جدا على فكرة، قوامه خفيف اهو، فهتحسيه مناسب اكتر في ترطيب الشتاء عشان القوام الخفيف ده. فحابة اقول لكم ان احنا يمكن فصل الصيف هيبقوا هم افضل اختيار، سواء كان الشاور جيل او كمان البادي لوشن. وعلى فكرة الشاور جيل مش بينشف البشرة وناعم جدا عليها، والرغاوي بتاعته بتنظف، وريحة المسك بتاعته بتبقى منعشة جدا في الصيف، وبتدي شعور لطيف كده من النظافة. والشاور جيل انا شايفة ان هو فيه كل المميزات من حيث الحجم، 300 ملي حجمه كبير، كمان سعره 26 جنيه، الكمية دي مناسبة، ريحة المسك هتدي نظافة، ده المطلوب منه. اما بقى لوشن الجسم زي ما قلت لكم عليه النهاردة، هو كمان قوامه خفيف، بشوفه مناسب اكتر للصيف اكتر من الشتاء. ولحد هنا الفيديو بيخلص، ويا رب يكون فيديو توينز النهارده من جليسوليد عجبكم. ولو عاوزين كمان روتينات لسلسله العنايه يا ريت تبقوا تكتبوا لي في الكومنتس. زي ما قلت لكم السعر معقول، برشحه لكم جدا. ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، وبحبكم جدا، واشوفكم الفيديو الجاي، ومع السلامه، باي باي.